أنا أقول لحضرتك على كل حاجة. والله ما رحت إلا بس صدقني يا سبب، والله العظيم يا سبب، جت الشركة فجأة وقعدت تزعق وتشتم وتتخانق معايا وتهددني. أنا خفت من فضيحة وقعدت أترجاها تسكت ونتفاهم بالراحة، وقعدت تزعق تاني وتزعق تاني. أنا خفت من فضيحة وقلت لها أتفاهم، حتى قلت لها منك كل اللي أنت عايزاه، بس هي بس هي ما سمعتش كلامي وقعدت تزعق تاني. كان لازم اسكتها باي طريقه، لقيت نفسي بطلع مسدس من الكرسي. انا كنت ناوي اهددها والله يا باشا، والله كنت ناوي اهددها بس عشان تسكت، والله ما كنت ناوي اعمل معاها اي حاجه. سافت المسدس في ايدي وجت لها على الاستريا، هجمه عليا ومسكه ايدي وقعدت تشد في ايدي وتدوس على ايدي لحد ما طلع جت فيها وقعدت في الارض يا باشا وساعت دمها. والله ما كنت ناوي اعمل معاها اي حاجه، والله ما كنت ناوي اعمل معاها اي حاجه. وصدقني يا بيه والله ما كنت ناوي اعمل معاها اي حاجه. والله يا سبب، والله يا سبب.